اهلا بكم مرة اخرى في شرح جديد من شرحاتنا اللي بتهدف للربح الانترنت الاستثمار وبدونه قناة اونلاين ماني فضلا وليس امرا لحضرتك لسه جديد معانا في القناة تدوس على زر الاشتراك وتفعل خاصية الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. انا كسبت من الموقع دوت اكتر من 90 دولار مجاني والنهارده كمان هعمل اثبات سحب بحوالي 18 دولار مجاني برضو الموقع دوت انا شرحته بالتفصيل قبل كده وهنزل لك طبعا اللينك اسفل الفيديو كل عليك انت تضغط على الأسفل الفيديو هتلاقي كاتب لك كده شرح الموقع بالتفصيل تتفرج على الفيديو بتاع شرح الموقع عشان تفهم الموقع ده بيتكلم عليه اصلا تمام النهارده هنعمل اثبات سحب معاكم زي ما احنا شايفين اهوت هندوس كده على التاش بورد من هنا او على العملات اللي هم البوينتس من هنا كده افضل زي ما انت شايف كده انا معايا تسعة و من عملة اليونارد ديت يعني ما يعتقد دلوقتي حوالي بالسعر الحالي طبعا حوالي 18 دولار تمام كل علينا ندوس على كلمة كليم اليونارد من هنا كده زي ما انت شايف هدوس على كلمه الماكس يعني انا عايز الماكس بتاعي على فكره خلي بالك اه انت لو اكونت جديد مش هينفع تسحب اقل من 35 بمجرد ما تسحب ال 35 بعد كده بتقدر تسحب اي حاجه انت عايزها يعني اول اول سحبه لازما اقل حاجه 35 من العمله بعد كده بتسحب زي ما انت شايف دلوقتي هوريك دلوقتي معايا ممكن تسحب اتنين ممكن تسحب خمسه عادي مش هتفرق معاك خالص تمام مقابل طبعا ان هو بياخد 10% زي ما احنا شايفين كده يعني التسعه و8 اللي معايا دول هاخدهم 8 مش فارقه تمام هنا بقى بكتب الباسورد بتاعي اللي انا كنت عامله بعد ما اكتبه بدوس على كلمه نيكس هو زي ما احنا شايفين اهوت في مرحله ان هو بيحول العمله ديت من هنا على الولد الخاصه بيا الحته دي بتاخد حوالي اربع دقائق او خمس دقائق لحد ما يحول لي العمله من من هنا على المحفظه الخاصه بيا على الموقع برضو وبعد كده بقى ابتدي بقى ان انا ارسل العمله بتاعتي من على محفظه الموقع على المنصه اللي احنا الخطوه اللي احنا هنعملها دلوقتي ان شاء الله بمجرد وصول العمله على المحفظه بتاعه الموقع تمام ورجعنا لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده هو احنا ابتدينا حداشر تلاتة خلصنا حداشر خمسة يعني بالظبط خد دقيقتين مجرد ما حولي العملة من هنا على زي ما انت شايفه لونر بالانس على الولد بتاعتي ان انا اقدر اعمل سند دلوقتي يعني ازاي يعني هدوس على كلمة سند من هنا كده زي ما احنا شايفين اهما الافيبل اللي هما التمانية اللي معايا دول زي ما انت شايف كده هم كاتبهم هنا كده 8 و تمانية اربعة خمسة سبعة ده البالانس بتاعي كله زي ما احنا شايفين هندوس على كلمة نيكست هنا كده هنا بقى بيقول لي لو سمحت ادخل عنوان المحفظه اللي هترسلها عليها طبعا انا بقى رب اروح بجيب طبعا عنوان المحفظه دوت من المنصه اللي احنا بنبعت عليها المنصه هي ديت ومداس على كلمه كوبي من هنا كده واقوم العنوان هنا تمام وبعد كده داس على كلمه I confirm وطبعا هنا بقى بحط الباسورد بتاعي بتاع الورد اللي انا عامله على الموقع وبعد كده بدوس نيكست ابعت لي على محفظتي على المنصه الخطوة دي بتاخد من حوالي خمس دقايق إلى ربع ساعة، فهنوقف الفيديو ونشغله تاني بمجرد وصول السحب بتاعنا على المنصة، ورجعنا لكم تاني وزي ما احنا شايفين اهوت السحب وصل على المنصة بقى معانا 8 ما هو 8 وادي بتاريخ النهارده اهوت زي ما احنا شايفين 8 وثمانية من العملة وصلوا، هنروح بقى نبدل العملة معاكم كده ندوس على كلمة تريد بعد كده سبوت طبعا أنا بكتب رمز العملة مقابل اليو سي دي تي فوق كده. وزي ما احنا شايفين هبتدي بيها العمله اللي معايا هدوس حتى على سعر الماركت وزي ما احنا شايفين هو تلتمانيه وخمسه عاملين معانا بالظبط حوالي ستاشر ونص هدوس على كلمه سال وبالفعل بمجرد ما دوست سيل الفلوس جات لنا اهوت يبقى احنا كده التمانية عاملين 16 ونص اهوت وطبعا انت ممكن تبعت بقى اليو اس دي دي دوت على اي محفظه تبعته على البعير مثلا تبعته على اللي انت عايزه بس انا بفضل طبعا ان انا احول بقى من اليو اس دي تي احوله ال تي سي وبعد كده ممكن ابعته بقى على اي منصه انت عايزها اذا يا جماعه احنا زي ما احنا شايفين اهوت عملنا اثبات سحب النهارده اهوت بحوالي 16 و69 سنت يا رب يا جماعه كنفدتكم شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته